طيب كيف الواحد يستطيع انه يعني يستعمل اشياء شرعيه تحميه باذن الله من ان تنزل المصائب المفاجئه؟ ابعطيكم ذكر يقال في الصباح والمساء احفظوا وحافظوا عليه والله انه باذن الله يحميك من المصائب. الذكر ان يقول اللهم اني اسالك العافيه في الدنيا والاخره، اللهم اسالك العفو والعافيه في ديني ودنياي واهلي ومالي، يعني يا ربي عافني، يا ربي اسالك السلامه في ديني ودنياي واهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وامن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي. من فضل الله اني محافظ عليه من فضل الله ومنته، انا محافظ عليه يمكن من يعني يمكن نقول 30 سنه، وسبحان الله اجد اثره علي. هذا يقرا يا جماعه في الصباح والمساء، يقرا بعد صلاه الفجر او حتى لو في الضحى، وفي المساء بعد الظهر او العصر. احرصوا عليها الله يجزاكم خير. انا بحط لكم اياها الان مكتوب، اقرؤوه دائما صباحا ومساء باذن الله تجدون اثر. السلام عليكم.